السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادة المشاهدين، أحييكم أينما كنتم بتحية مليئة بالأمل رغم الألم، وأرحب بكم في برنامج خطوط النار. من السهل إحصاء سنوات الثورة السورية أو الحديث عن بدايات الثورة العذرية وأيام السلمية، لكنه من المستحيل التنبؤ بموعد نهاية الثورة في سوريا، حيث تدور حرب عالمية ثالثة تشارك فيها كل جنسيات العالم وطوائفه بدون رحمة فيها، لا للبشر ولا للحجر. المشهد الحالي 5 سنوات على ذكرى الثورة السورية، ونظام أسدي مجرم يحاول البقاء على قيد الحياة، وثوار صامدون مجاهدون لغير ربهم لا يركعون. فما هي إنجازاتهم؟ وما هي أهم الأزمات والعثرات التي مروا بها؟ وما هو التكتيك الصحيح الذي يجب أن يتخذوه للمستقبل؟ أحييكم مجدداً، كما أرحب بضيوفي. ضيفي هنا في الاستوديو سيادة العقيد عبد الجبار العقيدي، رئيس المجلس العسكري السابق في حلب. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد. حياكم الله. كما أرحب عبر سكايب بضيفي من حلب، القائد العام لتجمع فاستقم كما أمرت، مصطفى بر أبو قتيبة. أهلا وسهلا بك أخي أبو قتيبة. سادتي المشاهدين، تحل الذكرى 5 لثورة شعبنا السوري العظيم، ثورة الحرية والكرامة، ثورة المظلومين ضد الظالمين، ثورة الأحرار الذين يحطمون طوال سنوات 4 قيود العبودية التي كبل بها النظام شعبنا العظيم خلال عقود حكمه، التي مرت كالمرار على شعبنا الحر. 4 سنوات مرت وشعبنا الأبي ما فتئ يقدم الشهيدة والشهيد. 4 سنوات وبيوتنا تقصف بالطائرات وتدك بالمدفعية، ويساق أبناؤنا إلى غياهب السجون والمعتقلات البشعة بل أشد بشاعة في تاريخ البشرية. فما هي أهم الإنجازات والتضحيات التي قدمها الثوار رغم كل هذا الإعصار؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش. من بين براثن الأسد وفروعه الأمنية وسجونه الموصوفة بعبارة شائعة عند السوريين الداخل إليها شهيد والخارج منها وليد، من بين كل تلك العوائق انتصبت قامة طويلة لا تهاب الموت، إنها الثورة السورية ضد نظام الأسد. والمدقق في بداية الثورة على أهم أحداثها يجد أن الثورة صنفت في أيامها الأولى واحدة من أكثر ثورات الربيع العربي ثراء بأساليب تعبير الشارع عن همومه وتطلعاته، وذلك من خلال تنوع هتافات المتظاهرين السوريين ورسوماتهم وصورهم وأغانيهم. فكانت أغاني القاشوش والساروت كالأيقونات التي انتشرت عالميا. للعليا وصلنا. فكتبت الصحيفة الشهيرة النيويورك تايمز موضوعا ظهر على غلاف أحد أعدادها في نهاية 2011 عن أغنية القاشوش يلا ارحل يا بشار. وما لبث الأمر حتى جن جنون نظام الأسد، فواجه الصدور العارية والأيدي الحانية التي حملت غصن الزيتون برصاص حاقد استقر في تلك الصدور، وبمعتقلات قاسية باردة قيدت الأيدي التي حملت غصون الزيتون وكمت أفواه الهاتفين بالحرية. من هنا بدأت حكاية عسكرة الثورة، فأسرع الثوار للحصول على السلاح الخفيف لحماية تلك المظاهرات والرد على نظام الأسد. وإذا أردنا أن نسلط الضوء اليوم في ظل الذكرى 5 للثورة على الإنجازات والتضحيات التي حققها الثوار في المرحلة الأولى من حملهم للسلاح، نجد وبوضوح أن الثوار في المرحلة الأولى كانوا مستعدين لبذل كل شيء في سبيل نجاح ثورتهم، ابتداء من أموالهم وانتهاء بأرواحهم. فقدموا الغالي والنفيس والشهداء تلو الشهداء. بالمقابل استطاعوا السيطرة على مناطق كبيرة من نظام الأسد وميليشياته، واضطربت الأجهزة الأمنية والثكنات العسكرية، وأصبحوا يفرون أمام ضربات الثوار، بل كانوا كما يقول مراقبون يهربون قبل وصول الثوار إليهم. هذه حقيقة
يدركها القاصي والداني، ولكن السؤال كيف استطاع الثوار تحقيق كل هذه الانتصارات بسلاح خفيف وخبرة تكاد تكون معدومة؟ وما هو سبب اضطراب فروع الأمن والثكنات العسكرية الأسدية قبل وصول طلائع الثوار إليها؟ هذا كله في النصف الأول من عمر الثورة، بينما نجد الواقفين في الوسط لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يقولون هذه خطة غريبة أوعزت إلى نظام الأسد لتكون لهم حجة في المستقبل للتدخل في سوريا للقضاء على الإرهاب. فالذي عاش أحداث حماة في الثمانينيات وما فعله حافظ الأسد بمدينة حماة وحلب وبعض المناطق السورية يدرك هذا الكلام تماما. بينما يرد الثوار على هذا الكلام ببيت شعري شهير: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أهلا بكم مجددا. القيادي في القائد العام لقوات جماعة فاستقم، تجمع فاستقم، مصطفى أبو قتيبة قائد تجمع فاستقم، نبدأ من عندك، ما هو تعليقك على ما سمعت وما هي أهم الإنجازات بعد مرور 4 سنوات والدخول في السنة الخامسة لذكرى الثورة؟ هذه لشهداء الثورة الكريمة ولأهالي شهداء الثورة الكريمة والشفاء للجرحانة والحرية لمعتقلين. هذه الثورة التي هزت عروش الكثير من قادة الدول التي دعمت هذا النظام الفاجر الأسدي، والتي أوضحت للعالم أجمع أن الشعب الحر الكريم الذي خرج في صدور عارية كان أقوى من كل سلاح وعتاد وآلة التدمير الهمجية التي استعان فيها نظام الأسد من شبيحته ومن الدول التي دعمت هذا الطغيان، والتي هي تعيش على هذه الدكتاتورية والتي لا تريد حياة حرة كريمة لشعوبها. هذه الثورة التي استردت وبدأت في البداية في الحرية بدون أي سلاح، التي واجهت القمع، التي أوصلها النظام على حمل السلاح لكي تحمي أبنائها ونسائها وشيوخها والأراضي التي وجدت فيها انحراء هذه المناطق الثورية، أوضحت صراحة حتى لكل مخابرات العالم التي صنعت داعش وصنعت الآلة التكفيرية التي خرجت في اسم أبو قتيبة والتي قتلت المسلمين. أبو قتيبة، أنت كنت من 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 أوائل الذين حملوا السلاح في محافظة حلب وأرض واحدة، كيف استطعتم بسلاح خفيف أن تقدموا كل هذه الإنجازات والتقدم السريع على قوات النظام؟ بداية كانت تقدم دون سلاح صراحة، بداية كانت تقدم في حراء، في قناني ملوتوف، في صدق ونية وإخلاص، كانت تقدم بإيمان في قضيتنا، هنا كانت تقدم. بعدها استطعنا أن نأخذ سلاحنا من أعدائنا لأنهم هم على باطل ونحن على حق، فكانوا أضعف منا وهم في سلاحهم وكنا أقوى منهم ونحن أحرارا ودون أي قطع سلاح. في البداية قولة الله أكبر التي خرجت منها خرجت فيها الجوامع كانت تهز طغيانهم عدة مرات. كنا في بداية الحراك نحن عملنا على سرايا حماية المتظاهرين، كان الشبيحة يلقوا في سلاحهم في الأراضي حينما يظهر لهم أحد الحماة الثورة، وكنا نتلثم من أجل لا نعرف نحن لمن نتبع رئيسنا وعملنا. طيب. كان عندما نهاجمهم ونحن في حربة كان يلقي في بندقية في الأرض وكان يهرب. أذكر أمر طيب معنا هنا في الاستوديو سيادة العقيد عبد الجبار العكيدي، نستمع إليه. سيادة العقيد عبد الجبار، العصر أنا أسميه العصر الذهبي للثورة السورية في النصف الأول، العصر الذهبي، كيف تقرأ الإنجازات التي حققها الثوار وأنت كنت من أوائل المشقين وعلى الأرض شاركت في معارك حلب ومعارك القصير وغيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة على شهدائنا الأبرار. تحية إجلال وأكبر لكل الثوار المرابطين على الثغور. الرحمة لحمزة وهاجر. ولا ننسى التحية الكبيرة للبطل المقدم حسين الهرموش، نسأل الله أن يفك أسره. هؤلاء مفجرين هذه الثورة العظيمة، أطفال درعا، هذه الثورة التي هزت عروش الطغاة. أنت سألت كيف استطعنا. كلمة الحرية هي التي تهز عروش هؤلاء الطغاة، هذه الكلمة التي تخيف هؤلاء الجبابرة. نعم، كان عصرا ذهبيا، كانت ثورة نقية طاهرة، ثورة شعبية من أبناء هذا البلد، قبل أن يستطيع هذا النظام وكل دول العالم معه اختراق هذه الثورة من خلال إدخال العنصر الأجنبي إلى هذه الثورة، العنصر التكفيري أمثال داعش. سنأتي إلى الأزمات. نعم. لكن أنا أريد الإنجازات، يعني سلاح خفيف. يعني تكلم أبو قتيبة معنا في حلب أنه والله مولوتوف وبعدين مسدس بجوز، يعني عن فيه طلقة أو طلقتين. نعم. هكذا مقابل جيش. نعم، أولا كانت هناك التصميم والعزيمة والإصرار، كان الصدق، كان هذا النظام لوحده يقاتل قبل تدخل القوى الأجنبية من حزب الله وميليشيات إيران، وبالتالي كان هناك العنصر الوطني الشريف ضمن جيش هذا النظام، الذين انشقوا عنه وأخذوا خيار أن يكونوا إلى جانب أهلهم ورفضوا قتل الناس. أنا أذكر تماما، وكان معنا الأخ أبو قتيبة وحتى قبل أن أنشق عن هذا النظام، وكثيرين كانوا يتعاونون قبل الانشقاق بمسدس 5.5، وهو يذكر أبو قتيبة هذا الكلام، استطاعوا أخذ مخفر الراموسي بمسدس مخفر 5.5، عيار 5.5 مليمتر ملي عفوا، استطاعوا أخذ. فكان هناك شباب صادقين لا يخافون، لا يهابون الموت، يتواجدون ضمن هذا النظام، كنا معهم في كل مكان. فبالتالي كان النظام متقهقر في هذه الأثناء. الناس عندما يخرج الناس من المسجد ويقولون الله أكبر، كانت خطيرة جدا. الذي يقول الله أكبر يعرف نفسه بأنه سيعتقل، وربما يموت في المعتقل، وربما يموت في المسجد أو أمام المسجد، ومع ذلك كان يصرخ هذه التكبيرة وتخرج المظاهرات، لأن هذا الشعب تواق إلى الحرية، شعب سلب منه كل شيء خلال أكثر من 40 عاما، شعب ذاق الأمرين من هذا النظام الدكتاتور، شعب لم ينسى أبدا أحداث الثمانينات وما فعله هذا النظام المجرم بشعبنا وأهلنا من قتل وتنكيل في حلب وحماة وجسر الشغور وإدلب ودير الزور واللاذقية وفي كل أنحاء وفي دمشق وكل أنحاء سوريا. هذا الكلام لم ينساه شعبنا، الشعب لا ينسى أبدا هذا الاضطهاد، وبالتالي الشعب تواق إلى الحرية ومستعد أن يدفع أي ثمن كان لقاء هذه الحرية ليحصل عليها. أبو قتيبة، يعني بإيجاز في هذا المحور، يعني كيف استطعتم، على ماذا كنتم تعتمدون في المرحلة الذهبية الأولى للثورة؟ هل تعتمدون على السلاح أم تعتمدون على أشياء أخرى؟ صراحة الصوت قطع عندي. أقول على ماذا كنتم تعتمدون في المرحلة الأولى، على السلاح أم على أشياء أخرى؟ لا صراحة كنا نعتمد على الثقة المتبادلة مع المجموعات الصغيرة التي كانت ليس لها فكر لا في القيادة ولا في الغلو ولا في المال ولا في أي شيء، كنا نعتمد على أشياء بسيطة جدا التي نحن إيماننا في قضيتنا. عندما لو نعتمد على السلاح لما خرجنا في صدور عارية مقابل كل آلة التدمير العسكرية الموجودة عند النظام، لو نعتمد على السلاح لما اقتحمنا مخفر موجود فيه عدد كبير من المسلحين وهو مقر لقمع المظاهرات ومقر للبطش، ودخلنا له كما قال سيادة العقيد. أنا أوجه شكري وامتناني للأخ العقيد عبد الجبار العقيدي، نسيت أن أهنئ فيها وسلم عليه في بداية الحلقة،
هو من أحد القادة العسكريين الشرفاء الذين انشقوا في بداية الحراك الثوري صراحة، وكان لهم أثرا كبيرا إيجابيا على الساحة السورية. أيضا وجه سلامي إلى معظم القادة العسكريين من الضباط المشقين الذين خرجوا عن صفوف هذا النظام الفاجر ودخلوا إلى الأراضي السورية وقاتلوا وجاهدوا في كل جبهات القتال. طيب دعنا ننتقل إلى العقيد عبد الجبار العجيدي. سأعيد لك هذا الذي كنا نعتمد فيه بالبداية. نحن دخلنا على مخفر كما ذكر في فرد 5.5 ميلي، حتى الفرد كان لا يعمل، فجر في أحد العمليات الاغتيال التي كنا نسعى لقمع لإزاحة القامعين لهذه المظاهرات. طيب دعنا ننتقل إلى العقيد عبد الجبار لننهي المحور الأول هذا من حلقة اليوم. عقيد عبد الجبار، أنا أريد أن أنتقل إلى نقطة جزئية ذكرت في التقرير، أنه يوجد شريحة من الكتاب من يقول، يعني الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، الذين يقولون أن والله هذه يعني خطة الشرق الأوسط الذي تكلمت به أمريكا وغيرها، أن والله هذه خطة والأسد نفذ هذه الخطة، كيف ترد؟ يعني أنت تعلم والجميع يعلم ما فعله هذا النظام خلال 40 عام من تجهيل للشعب السوري وإبعاده عن المشهد السياسي والتصحر السياسي الذي كان موجود والأمية اللي كانت منتشرة. وأنا هنا أذكر بأن مدينة حلب المدينة العريقة كانت نسبة الأمية أعلى نسبة أمية في سوريا في مدينة حلب، وبالتالي الناس كانوا ملتهين في لقمة العيش. عداك عن ذلك الرعب الذي كان والخوف الذي كان في قلوب هؤلاء الناس مما شاهدوه في الثمانينات من شحط أو سحل للناس بربطهم بالسيارات وسحلهم في الشوارع، هذا شاهدوه الناس بأم أعينهم، وبالتالي هناك أصبح لديهم خوف كبير جدا في قلوبهم. وبالتالي ليست قضية قضية تآمر دولي، لا لا، هم يعلمون ذلك، ولكن الخوف الذي كان يعشعش في صدور الناس وما زال موجود عند الكثيرين الذين الآن موجودين في مناطق النظام، يعني هم منشغلين فقط في لقمة العيش، شغلهم هذا النظام جميع الناس، وبالتالي الموضوع موضوع خوف وعدم إدراك للموضوع بشكل جيد. طيب ننتقل إلى المحور الثاني. سادتي المشاهدين، محورنا الثاني هو الأزمات والعثرات التي مرت بها ثورتنا المباركة، وكذلك الخطط المستقبلية التي تمر بها ثورتنا المباركة. نتابع هذا الكلام بعد هذا الفاصل. أحييكم مجددا سادة المشاهدين، كما أرحب وأحيي ضيوفي في الاستوديو العقيد عبد الجبار العقيدي، وعبر سكايب مصطفى بر أبو قتيبة القائد العام لتجمع فاستقم. لقد مرت الثورة السورية بأوقات عصيبة، وهي الآن في أكثر مراحلها غموضا كنتيجة مباشرة لتدخل القوى الكبرى ومصادرتها للقرار الثوري الحر، ونتيجة لغياب قيادة موحدة، أقول لقيادة موحدة سياسية وعسكرية تقود الحراك الثوري وترسم سياساته في الداخل والخارج. هذا ما أدى لشرذمة الفصائل الثورية وانحياز العديد منها لمشاريع جهنمية هدفها سفك دماء شعبنا الذي ثار على الطغيان. فما هي أهم الأزمات والعثرات التي مرت بها الثورة السورية؟ وما هي الخطة الصحيحة والتكتيك الجديد الذي يجب أن يسلكه الثوار في المرحلة القادمة؟ نتابع هذا التقرير ثم نبدأ النقاش. بعد انقضاء العصر الذهبي للثورة في السنتين الأوليتين تقريبا، بدأت تظهر على الساحة الثورية أزمات وتعثرات، ابتداء من قلة الدعم وانتهاء بظهور تشكيلات غامضة وخلافات بين الثوار أنفسهم. وفوق ذلك كله، ومنذ أكثر من عام أصبحت تغطية القضية السورية هي الأسوأ في التاريخ. صور الموت والعنف لا تنشر عالميا وفق أخلاق مهنة الصحافة، وفي حال تم نشر أقلها عنفا فيسبق ذلك تحذير يوضح أن هذه المقاطع تتضمن عنفا أو مشاهد لا ينصح بمشاهدتها من أصحاب القلوب الضعيفة. العالم أصبح خلال السنتين الأخيرتين يبتعد تدريجيا عن سماع صوت الشعب السوري، أما العرب فصارت وسائل إعلامهم تغطي الخبر السوري بشكل يومي وبصورة معلبة،
وبذلك أصبحت تغطية سوريا مخصصة للاستهلاك المحلي العربي في عزلة كاملة عن العالم. ويساهم في ترسيخ هذه العزلة أصوات من وسط الثورة تنادي نحن وحدنا واللعنة على العالم. وتنطلق تساؤلات المراقبين، ما هي أهم الأزمات والعثرات التي مرت بها الثورة السورية حتى وصلت إلى هذه المرحلة؟ بينما قال عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة في بيان مشترك مع اقتراب ذكرى اندلاع الثورة السورية لتدخل عامها الخامس إن المجتمع الدولي فشل في إنهاء الأزمة السورية، الأزمة التي أودت بحياة أكثر من 200,000 شخص. ويعلق أحد المحللين العسكريين أنه مع نهاية العام الرابع من عمر الثورة يبرز أمر هام، إن الثورة وحتى نتيجة الضغوط والإرادات والأجندات الخارجية لم تستطع أن تقدم نخبها السياسية والعسكرية الحقيقية، ولا يزال تجار السياسة وخدم الأجندات الخارجية يتربعون على سدة زعامة قيادة الثورة من دون أي وجه حق وأي شرعية، فهم ساقطون كما هو بشار الأسد، لأنهم جميعا مستفيدون من إطالة عمر الثورة، فبشار يبقى في سدة الحكم وهؤلاء يتابعون اختلاساتهم وامتيازاتهم ومناصبهم. ويضيف رغم كل هذا الواقع المأساوي فإن الحراك المسلح والنخب السياسية الوطنية في الداخل تعمل وتجد للوصول إلى أهداف الشعب السوري بعيدا عن الطفليات التي تعيش في الفنادق وتسيطر على مقدرات الثورة. والسؤال الذي يجب أن يطرح اليوم، ما هي الخطة الصحيحة والتكتيك الجديد الذي يجب أن يسلكه الثوار في المرحلة القادمة، وخاصة بعد أن شارك قادة من الثوار في مظاهرات الذكرى الخامسة للثورة حاملين علمها ومعلنين تجديد ثورتهم ضد النظام ومن يقف في وجه الثورة، مؤكدين أنهم جيل أراد الحرية فحاربته دبابات الأسد وطائرات روسيا وبنادق إيران والمشاريع الظلامية، وأعلنوا أن الثورة بخير وهي ستنظف نفسها من أدرانها لتعود نقية كما انطلقت. أبدأ من عندك مصطفى برو، قائد تجمع فاستقم. بعد أن تابعنا هذا التقرير، ما هي الأزمات والمشاكل التي مرت بها الثورة حتى يعلق بعض محللي العسكريين أنه تربع على عرش الثورة؟ يعني خرج أناس جدد قد يكونوا عملاء، قد يكون لهم أجندة وحاولوا التشويش، وربما أنه شوش على الثورة وانحرف بعض مسارها في الآونة الأخيرة، الآن نشهد نهضة. ما هي الأزمات والعثرات التي مرت بها الثورة؟ بداية سأعلق على التعليق في قضية أنها أزمة وتعبير كلمة ثورة في أزمة، بعدها نقول قضية أزمات. هذه ليست أزمة ولكن إنها ثورة شعب. الثورة التي هي غير منظمة في التقرير. نعم. أبو قتيبة، الأزمة هذه حينما نقل عن بعض المحللين، يعني القول نقل كما هو، أما في بداية التقرير فكان تعبير ثورة وفي نهايته كانت تعبير ثورة. تفضل. تمام، الله يكرمك. الأزمات هي عديدة جدا. ببداية ما أنشئت هذه الثورة أو خرجت من الجوامع وأزقة الشوارع، النظام مباشرة عمل على اختراق هذه الثورة واخترقها حتى على نظام الحراك المدني، وعن طريق هذه الاختراق أراد أن يشوه سمعة الثورة. فبعد أن بدأت السرايا التي بدأت تدافع عن الحراك الثوري حتى اخترق هذه السرايا وأدخل بينها من شبيحته الذين أعلنوا انشقاقهم في البداية عن هذا النظام، إدخال النظام لبعض أجندته، هذه من أزمات الثورة؟ طبعا، هذه من أول أزمات الثورة التي شاهدناها في بداية الحراك في مدينة حلب في صلاح الدين، والتي بدأت تنتقل إلى المناطق التي هي فيها البنية التحتية للنظام، وبدأ يدمرها في قرارات من النظام، وبدأ فعلا طيب. يعني أن يأتي إلى أي شيء من مدخرات البلد. باعتقادك هل يوجد أزمات أخرى غير هذه مسألة العملاء؟ أنا لا أقول بداية على العملاء، أنا أقول الآن على أزمات التي دخلت في الثورة والتي نهبت في اسم الثورة والتي قتلت في اسم الثورة والتي دمرت منشآت بعض المنشآت البلد في اسم الثورة. هذا وهي حملت في عنق الجيش الحر وتحمل وزرها، لأنهم من دخلوا في هذا الكيان سموا أنهم جيش حر، فبدأوا يقولوا أن الجيش الحر
هو من أساء للشعب ومن أساء لممتلكات هذا الشعب الذي كانت في المناطق المحررة. طيب. كانت هي عملية مخابراتية بحتة من النظام، وأيضا يوجد أيضا من هذا الشعب الذي خرج في هذا الحراك الثوري هو من ليس ملتزما تماما، هو الذي عمل. طيب، معنا الآن في الاستوديو سيادة العقيد عبد الجبار. يبدو الصوت غير واضح أبو قتيبة. في الاستوديو سيادة العقيد عبد الجبار، ما هي أهم الأزمات التي مرت بها الثورة السورية؟ يوجد أزمات كثيرة حقيقة، بدأها النظام منذ البداية. هذا النظام بخططه الجهنمية بالتعاون مع أصدقائه وعملائه استطاع اختراق بعض هذه الثورة، واستطاع إظهار شعارات ضمن هذه الثورة استخباراتية لم يكن للثوار علاقة بها، كشعارات المسيحية عبيروت والعلوية عالتابوت. هذه شعارات هو أظهرها لخلق الفتنة الطائفية. هذه الثورة التي كانت سلمية لمدة 8 أشهر وهي وصمة عار في جبين العالم، في جبين المجتمع الدولي الذي بقي يتفرج على هذا النظام كيف يقتل الشعب الذي يتظاهر بصدوره العارية، ومن ثم بدأ بموضوع الاغتيالات التي هو بدأها والتفجيرات التي بدأها في دمشق وأفرع المخابرات، قتله لهذا العميد التلاوي وتقطيعه والتمثيل به هو الذي فعل ذلك، ونحن لدينا معلومات أكيدة، ولصق هذا بالثوار. ثم بالتعاون مع النظام العراقي نظام المالكي إطلاقه للمعتقلين من سجن أبو غريب بحجة أنهم هربوا من السجن، هؤلاء المتطرفين الذين دخلوا على هذه الثورة، دخول بعض الشبيحة على الثورة والسرقة باسم الثورة والإساءة إلى الثورة، وهناك بدأت شعارات. ولكن هنا أريد أن أحط نقطة مهمة جدا، لا يوجد جيش حر حرامي، ولكن يوجد حرامية أو لصوص دخلوا إلى الجيش الحر وأساءوا إلى الجيش الحر، الجيش الحر النقي، الثوار الأنقياء هذه الثورة، ولكن هذه الثورة هي شعبية دخلها من كل ما هب ودب، أساءوا لهذه الثورة، وبالتالي هذه أحد المطبات التي وقعنا بها، عدم وجود القيادة الحقيقية العسكرية والسياسية، وهذه أيضا لعبت فيها دول العالم. وهنا أذكر في نهاية العام 2013 عندما دول العالم أوعزت إلى بعض الناس لإنهاء المؤسسة العسكرية وأخذ الأركان وطرد الأركان من معبر باب الهوى والسطو على مستودعات الأسلحة وإنهاء المجالس العسكرية، هذه المؤسسة العسكرية التي كانت هي تدير الأمور إلى حد ما وهناك إجماع عليها، فكانت هذه أيضا الأجسام السياسية التي كانت إن كان المجلس الوطني الذي بالبداية الناس تفاءلت به وظهرت مظاهرة سميت بالمجلس الوطني يمثلني، ولكن بكل أسف ابتعادهم والهوة الكبيرة بينهم وبين الثوار وبين الداخل، كانت هذه من أحد الأزمات التي وقعنا بها. أختم في جزئية الآن، هذه المشكلة الحل، ما هي الخطة الصحيحة والتكتيك الجيد الذي يجب أن يتبع ب30 ثانية؟ أنا طرحت هذا الكلام منذ منتصف العام 2014، تشكيل جسم سياسي عسكري ثوري في الداخل هو الذي يدير الثورة، لأنه هو الذي يشعر بألم ويشعر بالناس الموجودين في الداخل، وهو الذي يستطيع إدارة هذه الثورة وليس الموجودين في الخارج. تمام. مصطفى بر أبو قتيبة، أختم معك ب30 ثانية، ما هو التكتيك الجديد والخطة الصحيحة التي يجب أن تتبع لتتويج هذه الثورة بالنصر؟ كما قال الأخ العقيد عبد الجبار، تشكيل جسد واحد عسكري وله ممثل سياسي يقود هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى أكاديمية عسكرية تخرج ضباط وعسكريين جدد، تحتاج إلى إدارة حقيقية إلى هذه الثورة كي توصل الصورة الحقيقية إلى دول العالم التي أخافتها هذه الشعارات التي خرجت كما هذا قال هو الحل برأيك، والتي هي دسيسة في هذه الثورة. أشكرك مصطفى برو أبو قتيبة، القائد العام لتجمع فاستقم، كلمتنا من حلب الشهباء. كما أشكر هنا في الاستوديو ضيفي العقيد عبد الجبار العقيدي رئيس المجلس العسكري محافظة حلب سابقا، أهلا وسهلا بك. شكرا لكم، حياكم الله. لا يسعني إلا أن أشكركم أنتم سادتي المشاهدين، هذا زاهر شرقاط يحييكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن أحيانا الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.